بعدين هركز على الموضوع ده وسكت كل شيء. أول بداية الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم لو علينا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من عباد الصالحين. وصلنا إلى باب نشأة علم الجرح والتعديل. متى نشأ علم الجرح والتعديل؟ هذا العلم ظهر مع علم الرواية. عندما نشأ الرواية في الإسلام يعني ننظر بداية الإسلام عندما يعني ظهرت الرواية وهذه الرواية لها أطراف مضر معنا متلقن ومؤدب وعندما يوجد طرفان يجب أن يظهر علم يبين الغثة من السمين. فثبت كما مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم شرح ذاك الذي قال فيه بئس أحل عشرينته وكيف عد خالد عندما قاله بل هو سيف من سيوف الله مسدود. فقد كانوا يحابون في التعديل والتجريح حتى أنهم كانوا لو كان الشخص أقرب لا يكون لهم أباؤهم أبناؤهم أخوانهم لا يحبون بهم شيء. حتى أن شعب الحجاج كان شديدا على الكذابين. لهذا قال الإمام الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. يعني كان شديد ويقول أخاف النار عندما يسأل شخص ويظنه يعني يعتقد أنه في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أخاف النار. كذلك روي عن علي المديني أنه سئل عن أبيه كيف مبهد عن سيده قال اسألوا عنه غيري. ابن المديني سئل عن أبيه في رواياته قال اسألوا عنه غيري فلما لحق عليه قال هو ضعيف. يعني هذا دين إنها أمانة إنها دين. ثم وكانوا يعني مما ذكر عنهم من الأيام الشعبي يقولوا والله لو أصبت في الرواية 99 مرة وأخطأت واحدة لا حسبت عليه. يعني لا كانت مما يؤخذ عليه في الرواية. ثم يقول عبد الرحمن بن هدي قال سألت شعبة وابن المبارك والثوري ومالك بن أنس عن الرجل يتهم بالكذب. يعني شخص يتهم في الرواية بالكذب فقالوا انشره فإنه دين. يعني مش قال أستر عليه هذا يعني كذاب أستر عليه لا هذا انشره قل أن هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يحيى بن سعيد القطان سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه. هذا يعرفه غير ذلك ويجي ويأتي ما يسأله عنه عن عدالته. فقال لهم كلهم أخبر أنه ليس ثبت متعلم حتى لا يقع الناس به يعني مما يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول قال ابن المبارك المعلى بن هلال هو يعني شوف يعني شو كانت هو معناها انسان يعني ما شاء الله عليه هو معناها الا انه اذا جاء الحديث شوف كيفاش من هو حواله جيد لكن اذا جاء الى الروايه يكتب. فقالوا بعض الصوفية شوف الحكم بالظاهر يعني شوف شخص من الظاهر يقول هذا يعني إنسان طيب هو في الواقع يعني يدس الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا بعض الصوفية يا أبا عبد الرحمن تغتاب هذا كانوا أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل. كم من شخص قل مالك يعني هم أزهد الناس وأتقى الناس ولكن لا يعلم. قال عبد الله بن أحمد بن محمد يعني ابن سيدنا أحمد بن محمد قال جاء أبو طلاب النخشري هذا معروف يعني صوفي زاهد من أهل الزهد والورع إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف فلان ثقة في درسه. فقال أبو طلاب يا شيخ لا تكتب العلماء. فالتفت أبي إليه فقال ويحك هذا نصيحة ليس هذا لي. يعني في درس سيدنا أحمد بن محمد يروي الحديث هذا ثقة هذا كذاب هذا
هذا عدل. فعندما سمعه أبو تراب النخشبي يعني يظن في غيبة لهؤلاء العلماء فقال: ويحك يا شيخ لا تكتب العلماء. فقال أحمد قولته: هو ويحك، هو هذا نصيحة ليس هذا غيب. قال يحيى بن معين: إن ذكرت في قصة يحيى بن معين إن لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 100 سنة، إن نطعن في عدالتهم وما قدر سبحانه وتعالى أرادهم الجنة، لكن العدالة شيء والجنة شيء عمل. لكن أنا يكون مش شرط يا جماعة إذا تعرف الشخص معناه إنه كذاب، لا، قد يكون منها ثقة وصدق لكن ينسى، لكن لا يحفظ. هذا مش شرط إنه الجرح يكون فقط منها في الكذب أو في الزيادة في الحديث أو في الوضع في الحديث. هذا هو المسألة أكثر من يعني، حتى في السهو، حتى في النسيان، حتى في الخلط، حتى في التلقين، يعني كثير من المسائل ما عندها حتى علاقة بالأخلاق، هي سبحانها سجية أو هي من خلق الشخص. نعم مش متعمدة يعني هو يعني قد يكون ينسى، قد يجي معنا بعدين إذا كان الشخص مثلا يعني عندما يعني يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هل ترى يعني هو يعني عندما كتب هل ترى قد يكون من سوء حفظه، مثلا كان في أول حياته يحفظ من راسه، فاتهم من الوضع بتبديل الحديث، لأن اعتمد حفظه وحفظه مهزوز. ثم بعدين رجع لقراءة الكتاب فيعتبر ثبت لأنه قرأ الحديث من مواضعه. وقيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خص معك عند الله تعالى؟ شو هالسؤال؟ هذا حطوه في المحاجة. قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خص معك عند الله تعالى؟ لأنك أنت منعت واتهمتهم ومنعت حديثهم للناس. قال: لأن يكون هؤلاء خص معي حق، لأن يكون هؤلاء خصما يحب إلي أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هو خصمي ويكون بصار خصمي. كيفاش؟ يقول: لما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب؟ لما حدثت عني حديث أنت ترى أنه كذب؟ هذا لا يعطف عليك، تكذب عني صلى الله عليه وسلم، إيه تكون خصمي؟ مرحبا، هو عندما تتقي الخصوم كل واحد عنده أدلته، أنت تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قبلت حديثك المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو خصم يوم القيامة، ومن كذب عليه متعمدا هذا مش سهل. ثم ذكر بعدين الشيخ أشهر المتكلمين في الرواة، أشهر المتكلمة في الرواة. لاحظوا أن الرجال الجرح والتعديل يعني أكثر ما ظهروا في الطبقة الأولى، الطبقة الثانية والثالثة عندما بدأ تدوين الحديث، عندما استقر تدوين الحديث واشتهرت الكتب الصحيحة، فنقصوا رجال التعديل والتجريح. يقول الشيخ: من أشهر من تكلم في الرواية، هذول اللي كتبوهم هذوما، محمد بن سيرين أول من تكلم في الرواية في جرح وتعديله، التابعي الجليل محمد بن سيرين، محمد بن عوف في تأويل الأحلام والرؤى. محمد بن سيرين، ايش سموه محمد بن سيرين؟ عندما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسوله الى زعيم الاقباط ذكروا انه هداه بغله وجاريته، ذكر تزوج ماريا النبي صلى الله عليه وسلم وزوج سيرين لبو محمد بن سيرين، ما سموش اسم ابوه، سموه اسم هدية النبي صلى الله عليه وسلم. محمد سيرين يعني المتوفى سنه 111 وعامل الشعبي، وهو من قلة العلماء العرب أصحاح، يعني واحد من علماء العرب اللي هما وباقيين تقريبا كل الوقت حي تقريبا أكثر من أعلى، وهو عامل الشعبي. نعم. ولد سنة 19 للهجرة وتوفي سنة 103، وممن جاء بعده شعبة بن الحجاج، ولد سنة 82 توفي سنة 160 هجرة. والملك بن أنس رابع الأئمة مولود سنة 93 الهجرة توفي سنة 179.
وغيرهما كثير. وترت هذه الطبقة طبقة ثالثة وأكثر نقادها سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي. ثم بعدها طبقة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وابن المديني علي بن المديني. ثم بعدهم طبقة الرابعة رجالها أصحاب الصحاح، أولهم محمد بن إسماعيل البخاري وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة، هذما الطبقة الخامسة. ثم جاءت بعد هذه الطبقات طبقات أخرى من نقاد الرجال في الجرح والتعديل. المرتوى منهج العلماء في بيان أحوال الرواية هو هذا تصدر المسألة ووضع نفسه في مقام المجرح والمعدل للرواة. هل هناك مقاييس يعني معتبرة في الأمر هذا؟ أو لشيء هو يعني مش لشيء يعني هو يتكلم في الرجال. فهناك منهج في بيان أحوال الرواة. فاشترط لمن تولى أمر الجرح والتعديل أن يكون له الأمانة والنزاهة في الحكم، أن يكون أمينا ونزيها في الحكم. واحد أو شرط الشروط المتبول للجرح والتعديل أن يكون يمتلك الأمانة والنزاهة في الحكم. فكانوا هؤلاء أئمة الأعلام يذكرون ما يرضى ما عليه، مش فقط تترك المساوئ، تذكر ما له من صفات طيبة وما عليه من صفات تجرحه. ويذكر في هذا المقام أن الشيخ الحجاج ذكرناه في الطبقة الثالثة روى حديثا فقيل له إنك تخالف في هذا الحديث. روى حديث هو رواه من الثقات العدول، روى حديثا فقيل له إن هناك من يخالفك في هذا الحديث. قالوا من هم؟ قال سفيان. قالوا سفيان الثوري. قالوا اذا ما اتركوا حديثي خذوا سفيان الثوري. قمه الامان من لم يتمسك بروايته قال سفيان واحفظوا مني خذوا عن سفيان. الصفه الثانيه الدقه في البحث والحكم. فكثيرا ما يذكرون الدقه، فكيف يذكرون اذا كان هناك جرح؟ يذكر وقت الاختلاط، وقتاش اختلط؟ أول سنه، أول عمره، آخر عمره، وسط عمره، يذكرون وقت الاختلاط حتى يعني يميز ما بين ما روي قبل اختلاطه وما بعد اختلاطه، أو سبب وهمه، شو سبب الوهم بتاعه؟ قد يكون مصاب بمرض أو صار شيء نفساني جعله يوهم، ويفرقون بين من كان ضعفه ناشئا عن وهم في دينه، ومن كان ضعفه ناشئا عن عدم الحفظ وإتقانه. فرق بين أن يكون إنسان موهم بضعف في دينه، في أخلاقه، في مروءته، هذا الشيء، وبين من كان وهمه وضعفه في حفظه ويعني إتقانه. الشرط الثالث من شروط ومن منهج العلماء في الجرح والتعديل في معرفة أحوال الرجال التزام الأدب في الجرح. إذا كان شخص مجروح مش معناها يعطونه بشر الموت، من بين معناها من سنة علماء التجريح أنه إذا الشخص أراد أن يجرحوه يجيبه في سيف واحد أكبر كفي، مش شرط يقولوا وضاع كذاب ليس بشبع، هذا مكتفي. ترجم عليهم مراتب في التعديل، وهناك مراتب كذلك في التجريح. يعني إذا كان عدلا نشعر عدلا، أما إذا كان مجرح ذكروا لا يزيدون عن ذلك صفة تجعله مجرح كفي بدون إكثار من ذكر صفات التجريح. ما يروى عنهم قولهم فلان وضاع او كذاب او يفتري الكذب على الصحابه رضي الله عنهم ونحو هذا مما يقولونه في من يرى الحديث ويكذب فيه وهو وصف لا يعدو الحقيقه، هذا واقع. وكان بعضهم يجتنب ذكر مثل هذه الاوصاف ويكتفي عنها بما يدل عليه قولهم لم يكن مستقيما لسان. ايش معناه؟ معناه كذاب، ما يقولش كذاب، يقول مثلا لم يكن مستقيما اللسان، وإيش معنى؟ به
من هذا ما حكاه يقول المزني لمزني تلميذ الشافعي. هما ثلاثة من تلاميذه معروفين كما تلاميذ مالك بن القاسم وأقرانه أبو حنيفة أبو يوسف أقرانه. أنا عندي المزني هو من أقران البويطي ابن عبد الحكم، كان عبد الحكم بعدين رجع على بدر مالك. قال سمعني الشافعي يوما وأنا أقول فلان كذاب، هو تلميذ الشافعي، سمعه الشافعي يقول فلان كذاب، فقال لي يا إبراهيم اقص الفاظك احسنها، لا تقل كذاب ولكن قل حديثه ليس بشيء. شوف قوه شو اسمه التقوى والورع في يعني ما يتكلم به. الحاله الرابعه هي الاجمال، هذه اجمال في التعديل والتفصيل في التجريح. اذا كان عادل يجمل عادلته، اذا كان جرح يذكر بالنمر جرح بتاعه هو الموجود، مش معناه يعني خليه يعني مجمل، يعني يقول الاجمال في التعديل والتفصيل في التجريح. ما معنى هذا الكلام؟ اذا كان الامر في تعديل فانه يجمل، يعني ثقة عادلة. اما اذا كان التجريح فيعطي يعني بالضبط يمشي الوهم، كل كذا والوضع يعني حاجه اللي هي باين. ثم نمر الى شروط المعدل والجارح، شروط من يتولى عمليه التعديل والتجريح. شروط فلا بد لمن يتولى هذا الشأن ان يكون عالما تقيا ورعا صادقا غير مجروح ولا متعصب عند بعض الرواد. فمن شروط المعدل والجارح ان يكون عالما تقيا ورعا صادقا غير مجروح. مش هو يبدو هو جرح في الناس، هو سبق ان جرح. ولا متعصب ضد بعض الرواد، لان التعصب يؤدي الى الاعتداء. راح يتعصب ضده شوي يتجاوز الحق ويعتدي. ثم يكون عارفا اسباب الجرح والعداله. هذه شروط المعدل الجرح. لكن كيف نعرف العداله؟ الشخص الذي تولى التجريح والتعديل على الذي يتبوأ مسألة جرح الرواد وتعديلهم، كيفاش نعرفهم؟ وعندما يوضع في مكانه، كيف يوضع في مكانه؟ قال إما بشهرته، أنت مشهور بين المحدثين لأنه مثل مالك، مالك مشهور، ما يستحقش تعريف من مالك عندما يجرح في شخص انتهى. مثلا يعني مثل مالك وشعب الحجاج وأحمد بن حنبل وأمثالهم كبار علماء العدل والتجريح التعديل والتجريح، فهذا مشهور بين الأئمة وبين العلماء أنه كلمته فاصلة في الجرح والتعديل. المسألة الثانية بالتزكية، المجرح أو المعدل يعطى هذا الصفة بالتزكية، أنه يزكي فلان أنه يعرف الرجال، أنه يعرف يعني أحوال الرجال ويعرف معاني الجرح والتعديل. هذه الحالة إما بالشهرة وإما بالتزكية، وإما بالتزكية تكون إما شخص معروف مشهور ويزكيه في علمه، ولا علماء مقيمين غير مزكين في فهمه لعلم الجرح والتعديل. اذا كان شخص تعارض معه جرح وتعديل، هناك جاء من يجرحه وجاء من يعدله، ايش نعمل؟ هذا شخص راوي الحديث، لكن هناك من علماء الجرح والتعديل من وهله، وهناك من قواه، يعني هناك من عدله وهناك من جرحه. هنا يقول الشيخ نعم اجمع الجهل نعم عمل الجهل يعني قول الاكثريه لا ما فاش ماش تغادر فاش فمساله دقيقه جدا. هنا يقول فقد يكون حينها لابد من البحث المعرفه شنو سبب التعلم، هذا جرحه نشوفوا ايش جرحه، وهذا عدله نشوفوا لما عدله. يقول وقد يعرف مثلا الشخص، فقد يكون بعضهم يعرف بفسق قديم
في القديم كان فسق وجرح لفسقه لكن تاب توبه نصوحه واستقام حاله وثبتت توبته واستقامته. ايش كل مره مش ناخذ التعديل لان كان فسق ومن جرحه كان صادق انه كان في فسق، بينما عندما تبع فسق ثم عاد الى حافيه الحق والعداله اذا لا يصلح تسبق عدالته في تجريحه. باهي. وقد يغرق في صحف سبب كان يحق كما معنا في الدرس كان يحق معروف بحفظه يعني على ظهر قلب نقول، لكن في حفظه هذا تم ارتباك عندما عرض حفظه طعن فيه، لكن عندما كثر الطعن فيه عاد الى الصحيح ما عادش يبدو من حفظه. هكذا انه كان مجروح لانه كان يعني مرتجف هكذا، لكن بعد عندما كثر الطعن فيه ارتجاج حفظه عاد الى قال فك عليا ما عادش عمل الذاكره بتاعي اموري ما عادش تعجب نرجع يرجع الى كتاب اللي يعني يروي الكتاب الصحيح كما هي المناوله والايجاد هذا الكلام كله في الكتب. فاذا عرف ما هنا احنا اذا عرفنا يعني رجع. فاذا عرف كل ذلك امكن العالم ان يخلص مخلصا حسنا في ترجيح بعض الاقوال على بعض، وان لم يعلم تفسير ما ذكرنا كان هناك تعارض بين جرح التعديل والعلماء، لذا كان عرفناه لماذا جرح ولماذا عدل، يعني لكن اذا لم نعرف لا نجد مجرد عدل هذا القول الاول تقديم الجرح التعديل، لان الجرح مصيبه هكذا. اذا كان واحد لم يتبين لنا جرحه من تعديل قال يقدم الجرح ويصبح مجروح رغم ان هناك من يعدله، هذا الراي الاول. الراي الثاني يقدم التعديل على الجرح باهي، لكن هنا هناك شرط انه الجرح هذا ما احنا قلنا في يعني الجرح الاول ثم شرط يقول مثلا هذا مجروح انتهى ما عادش فيه. الثاني يقدم التعديل بتاعه تقتل عداوه، لكن مش شرط ان ما يكونش تجريحه في الكذب على المسلسل مجروح في نسيان في فسق في حاجه ولكن معدل في حاجه شغله، لكن من بين المجروح فيها الكذب على المسلسل. اذا كان مش يقدم التعديل وهو عنده في التجريح بتاعه الكذب على المسلسل لا يقبل تعديله، لكن الراي الماخوذ به عند هذا الحديث هو انه يقدم الجرح على التعديل. القول الثالث يقول ان الجرح والتعديل اذا تعارضا لا يترجح حكم الا يرجح ان يتوقف عن العمل.